لكم دابا حنا بغينا نشرح لكم على لي فواتير لوكس ما عندهمش لا جوج ديال الزيت، ولكن عندنا كيفاش نعرفوا الزيت ديالنا في الاودي بعدا وكاع لي فواتير بحال فوز باغن بعدا. كندخلوا الكاخ، كندخلوا السيستيم دو كاخ، كندخلوا ليها كنعطينا ريغلاتور دو فيكيل اسيستون دو كونديتور كليماتيزور هنا اونتروتيان اي كونترول سافا دير كونترول. كندخلوا اونتروتيان اي كونترول، كندخلوا كنشوفوا لو كونترول دو بريسيون دو بنو هذا كتريغلو فوق ما بدلتي بياسه ولا شي حاجه كتعاود تريغلو كتخلي بحال هكا كديري ميموري لي لا بريسيون دي بنو يعني كنريغلي. وكاين هو النيفو دويل الزيت كتخلي تيعطيك انه ماكسيموم انه النيفو دويل نتي انه ما يقل ما عندكش مشكل فيه. كتخرج كتشوف عاوتاني اونتروتيان اي شونس دو اونتروتيان يعني فوقاش عندك الفيدونج كتكون انت اصلا ملي كدير فيدونج كتبروغرامي على 1000 على 10000 بحال دابا انا فهاد لا فواتور عندنا كنشوفوا ان عندنا 7800 كيلومتر 7000 سي بون. وبالنسبه حنا نقولوا لي زوتر اوبسيون على حساب الفواتور ولي زوبسيون ديالها هادي الفواتور كتسمى هادي الاويت اويت فواتور دو لوكس في اي بي يعني يكون في لي زوبسيون بزاف منهم اللي مهم انا بالنسبه لي نشرح للناس هو ان لي فواتور اللي بغا السلامه خصها تكون فيها واحد الاوبسيون اللي مهمه بلاد ما تعرفهاش بزاف هي هاد الاوبسيون هادي هاد الاوبسيون كتسمى لي سبي هاد لي سبي هادي كتنفعك في الفيراجات في الطوات باش الطوموبيله ما تزلقلكش اباب لا بي اس تكون هي داخله مع لا بي اس ولكن هي كتكون مزيانه هاد 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 المود فهمتي زائد ان هاد لي فواتور لوكس هاد لي فواتور لوكس الا لاحظنا في ليكرون غيبان واحد اللقطه شنو هي ومي كندخلو كنلقاو لي مود هذا مود كونفور هذا مود اوتو هذا مود ديناميك ديناميك صافي دير سبور هذا انديفيديوال هذا انديفيديوال ممكن ندخل ليه انا يعني اش تنحتاج انا في الخدمه ديالي يعني اش تنحتاج في النهار كيفاش كنسوق انا ممكن ندير هكا ندخل ليه خصني جو بونس ان ديماري لا فواتور ياك كندخلو الانديفيديوال بحال هكا كندخلو كنلقاو موطو بواد فيتاس كونفور ممكن ندخل ليها انا نديرها اوتو يعني على حسب كسيبيت تبدل سبور نقصت تبقى كونفور ممكن تقلب ديناميك على حسب اش بغيت انا ياك بالنسبه سيسبونسيون بنوماتيك سافا دير انها لا فواتور فيها سيسبونسيون بلاغ نتي بلا امبريسيون ماشي بالزيت وماشي بالغاز بدا تنفخ يعني كطلع وكتهبط هذه كندخليها حتى هي ممكن ندير فيها كونفور اوتو ديناميك لو ميم ديريكسيون ديريكسيون هو الفولون ممكن تكون انها قاصحه رطبه على حسب اش بغيتي انت فهمتي على حسب بغيتي كونفور كتكون رطبه اوتو على حسب انت كيفاش مكسيبي كتبدل ليا ديناميك سافو دير سبورتيف بالنسبه سميتو ايتاك دو كونترول هادي انا ما عرفتهاش هذا دو سانتور هذا ديال السمطه ديال السمطه هذه السمطه زعما واش بيتيها تكون مخروفه عليك ولا تكون مزيره على حسب السبور كتكون شويه مجموعه بزاف هادشي دابا اللي كاين في هاد الفواتير شي صدام الله يستر ولا شي حاجه هاد المود هذا سولوفي الا كنت تدخل للبيس كطلعها كنديو لها بحال هكا مثلا غتلقى هاد لي فليش هما لي فليش كيطلعوا هاد لي فليش كيطلعوا صافي انا الطوموبيله تطلع فهمتي باش ما تقاسطكش من التحت فهمتي ويلا كنتي غادي في الطريق او ممكن كاع ما تحيد انت هي فوا تكسيري كتحيد كتهبط بحال لو سيستيم ديال اورانج فهمتي كتقول لها سوليفي هي تهبطها سي بون مادام بالنسبه لو سيستيم ديال لي اودي دابا بالنسبه لا كليم فيهم لا كليم ديجيتال ممكن تخدمها فهمتي تخدمها كتلقى اما ديرها سينيك يعنى هذا اذا درت هذا المود هذا كتولي كتحكم بها من جهتك انت كتحكم بجوج جهات كتطلع من هنا وتطلع من هناك ولكن لما درت هكا كنولي كتحكمي في جهتي ما كتحكمش في هذه الجهه هو كيتحكم بجهته وانا كتحكم بجهتي هادشي اللي كاين وهادو الا درتها اوتو يعني اوتو غتخدمي على حسب طومبيغاتيك تجهد وتنقص على حسب طومبيغاتيك اللي كاينه في لا فواتور سي بون سيني ميني عندها لا راديو عندها بلوتوث فيها حتى الدي في دي يعني الا دخلنا هنا نلقاو لو سورس هذا سورس ندخلو لو سورس كنلقاو لو سورس عندها بزاف عندها هذا جالاكسي يعتبر ديال البلوتوث هذا الدي في دي دي في دي عندها بزاف عندها ليكتور دي في دي اللي هو تيكون هنا تيكون كبير وهاد جيك بوكس هو تيكون واحد بحال ديسك دور لداخل الطوموبيل ممكن تدخل فيه افلام تدخل فيه هذا عاد هادي كتكون اوديو
هاد اوديو سيتي تسند فيها وكاينه لاكارت ديال الاغاني بدات فيها هاد التصاور وهاد لاكارت ديال جي بي اس هنا جي بي اس انت انا ما عندي جي بي اس دابا ما اكتيفيش ولكن كاين اللي تي اكتيفي على حسب هو وكانت سي بون لي كلي راه هما البلوتوث كيبقى في جيب الكلي انتي ما تحتاجش الكلي ديما تبقى في جيبك بحال هكا انتي لي كلي تيكون ديال الاودي تيكون عادي فيها ستار هذا ستار في هذا المود ديال ا هو مود ايكونومي يعني صافي توقف في ستوب كتسكتيها كديماري يعني كتحيد من الفان عاوتاني كتكتيفي كتزيد لا هذا مود ايكونومي ملي كتوقف في ستوب كتسكتيها باش تقلل في الكونسوماسيون فهمتي بالنسبه لهذا عندك هنا كونتو ديجيتال عندك ممكن تجيب لها اي حاجه في الكونتو ديالها هذه اسان فواتور سميه فيها 280 شوفو يعني عطينا 300 في السرعه بالنسبه لي فيتيس ديالها عندها لي فيتيس عندها هاد البوات كتسمى فهاد لي فواتور بها تيب تونيك هاد البوات اللي هي خاصه فهاد لي فواتور ليكس ما كتحسش بالفيتيس كيدوزو وسلسه وناقصه في الكونسوماسيون انت ما كتحسش بالسسبونسيون في الطريق ما كتحسش بديك الزعزعه ديال الفيتيس وما اصلا دايرينها في اي بي هاد اللقطه هادي كاينه في الاودي كامله ماشي في البوات ولكن كاينه في الاودي كاينه لي زوبسيون كيتشابهوا ولكن كتزاد لي زوبسيون من الاوبسيون فهمتي كتزاد من الثمن فوق ما زدت الثمن يعني هذه بالنسبه للاودي الاويت هذه هي الباز يعني هذه هي رخيصه يعني كتخرج بواحد 92 وشي حاجه ولكن هي رخيصه كاينه الهوت كام ديالها يعني كتخرج ب 140 150 ولكن اللي غلا فيهم هما ليسونس يعني ليسونس اللي كتلقاها في 10 في 12 تلقاهم غاليين عندك لي موطو غاليين بعد ما تعرفش المغرب هاد اللقطه هادي تيقول لك ايسونس راه رخيصه ولكن ايسونس في الثمن ديال الجديد اغلى من المازوت سي بون هادشي دابا اللي عطا الله بالنسبه لكوستانات اللغه كاين في اي بي على حسب الناس اللي صاحب الشركات وداك الشيء ما تيكون قاعد اللغه هي الطومبلا اصلا ما تخدمش يعني كتسقي بالشيفو ما كتسقش ب نجي ولكن كونفور يعني ان فواتير دو لوكس وكونفور والثمن ديال السوق ما غاليش بزاف يعني ممكن تقطعها دابا مود 2014 حتى تقطعها بداك 25 26 27 يعني بالنسبه لك 26 ممكن تجيب لك انت هي واحد الطاسيه ما تجيب لك شي حاجه ممكن تجيب لك شي طومبيله عاديه لكن الا كانوا فلوس واجدين ما انا بغيت ديك الفيديو كتمشي للدبليو صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للفولون تا هو الكتريك انت ها هو شتيها تيهبط الكتريك و تيخرج شتيه الكتريك ها هو يخرج عندي شتيه انا ندخلو عاوتاني اي بواحد البوطون هنا وفي ان بروغرام ديال 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 البيبان الا شفتو هما بروغرام كدير بروغرام ديالك ملي كطلع انت كتلقى الكوسان كيجي على حسب الجلسه ديالك انت يعني كاين بحال جوج الناس الا كان جلسو جوج الناس كل واحد كيدير البروغرام ديالو ما كتحتاجش انت سميتو تحتاج حتى كل ما تقاد البوزيسيون ديال السياج سي بون ايوا الا حتى توجدوا شي حاجه ولا شي فورماسيون في الفي 6 انا موجود وسي اسماعيل الله يرضى عليه راه موجود اي وقيته نعطيكم المعلومات في الفي 6 انا اختصاصي في الفي 6 اوكي شكرا لك بون شونس والله يستر الله ينورك